السلام عليكم، صباح الخير. اليوم نهار زوين، الجو واعر. عاوتاني غادي نخرج، وقبل ما نخرج خصني نخرج مايا، نخرجها واحد شويه تمشى، ومن بعد نخرج مايا غادي نمشي لواحد البلاصه سميتها باسيفيك بيتش. هاد باسيفيك بيتش هو بحر فيه بزاف ديال السيرفرز، فيه بزاف تاع شوبس، وكاين اوصل البحر اللي كيعموا فيه الناس. سو غنوري لكم دوك البلايص اللي غنمشي لهم اليوم، ونقدر نتلاقى مع وحده من صحباتي سو تلاقيت معاها اوصل غنوريها لكم، سينو غادي نوريها لكم في واحد في فلوغ ثاني. مايا ليتس جو، ليتس جو مايا، ليتس جو، ليتس جو جيرل. هاي لاري، how did your vlogging go? It's going good. So far, so good. Thank you. Oh, yeah. Maya, let's go. Let's go. I know you want to stay with Larry. I know. I know. Okay, غنحلوا الباب. نوريكم الكود. لا بلاش. Go. Go home, Maya. Go, 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 go. Run. Go. Maya, go home. Go, 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 go. Go, go, go. بنتي بقشاشة واخا هكاك. ما كتبغيش تمشي للدار ديريكت. غتبقى تقشش شنو جاري وشنو كاين. جو جو مايا، جو هوم. انا غنمشي قدامها هي غتبعني. Good job. Sit مايا، sit باش نحلو الباب. Sit مايا، باغي تصنت ليا. مايا sit. Good job, Maya. Okay, let's go. So, نايدابا كانت مشا. تجي تشوفوا هنايا من ورايا. البحر كنتمشى. دابا نمشي CVS. I'm gonna get something real quick from CVS. نمشي ناكل، ومن مورا الماكلة نمشيو للبحر. هو البحر مورايا. You see it? Yep. مورايا الماك. بقاو معايا. دابا كنتسنى الضوء الاحمر ولا الضوء الاخضر يكون. شتي الضوء الاخضر ما كاينش، ليها احمر. خصني نتسنى الضوء الاخضر يكون باش نقدر نقطع الشانطي. كاين الضوء الاخضر غير هنايا، ها كاين اخضر، ولكن هاد الجهه الفاس غير تمشي ليها انايا احمر. خصني نتسنى، يعني لازم نتبعوا قوانين السير، قوانين المرور. هادو اللي قدامنا ما يقدروش يتمشاو حيت تش ضوء احمر. اوه هاو كيوت. كانت عندهم الكليب حاطين لي الكروسه نتحوش بيبي، ولكن ولا كليب. اوكي، ذيس از وان اوف ماي فيفرت كوفي بليسز ان سان دييغو. اتس كولد بيتر باز. فهاد البلاصه اللي دخلنا ليها بحال شكل ديال ستارباكس، ولكن فيها ديفرنت اوبشنز. اتس ريلي ريلي جود. والاتموسفير ديالها بحال يوروبيان ستايل. نوريكم شويه بشويه اللي مور ورايا. الناس هنايا، الناس هنايا، القهاوي. جالسين برا. alright، شريت قهوتي من البلاصه اللي قلت لكم ديال كافي باز. ها هي القهوه حق هادي، تجيني دابا احسن من ستاربكس. واخا عزيز عليا ستاربكس بزاف، ولكن هاد القهوه واعره واعره بزاف. دابا كتشوفوا الناس اللي من مورايا. everybody's hanging out، everybody's just chilling. والحياه في سان دييغو تستمر. دابا حنا غادي نتمشاو شويه للبحر، ونوريكم الاجواء البحريه هنايا في ميشن. انا مش بي بس بي بي وي. انا شنو نفكر انا اليوم فرانس مدخله شعبان مع رمضان. القهوه ما عقلتش على سميه القهوه. كنغلط في السميات ونهضر غلط في الهضره، ولكن مسامح. بعد المرات حنا ما تكونوش كنا في الدماغ all there. اوه شوف هاد تيدير التطواج حقا، شفت بزاف كيخلع. واو تيدير شي تطواجات بعد مرات، يعني كل واحد يدير اللي بغا، ما عنديش مشكل، ولكن كاين شي تطواجات كيخلعوني. كيفاش عليكم؟ شوف هاد الطوموبيله سو كيوت. تسنعي
They do electric cars. How cute is this? Wow! هادو ماشي كيوت. فكرت واحد الأغنية اللي تقول لك I have a pen, I have an apple. Pineapple pen, I have a pen, I have an apple. Pineapple apple pen. ما عرفش كلشي يعرف هاد الأغنية ولكن كتضحك. Oh, so speaking of زيوت, بحال هاد الشكل اللي قلت لكم على الزيوت اللي كنستعمل, so خصني نحطها باش نزومي عليها. بحال هادي lavender oil. Lavender مزيان للريلاكسيشن, ولا حتى تعرف diffuser كتدير لك بحال كتخلي المود تاع البيت ولا البلاصة اللي انت فيها ولا انت فيها more relaxed. So حاجة بحال هكا, كل زيت واشنو مزيانه ليه وكل زيت ولاش تصلح والحوايج اللي تقدر يدي الحوايج اللي تقدر ديرو باش باش تغسل الاير اللي في الدار ولا في البيت ولا في البلاصه اللي كتكون فيها. كاينه واحد الحاجه سميتها روك بحال هذا الشكل ولكن ديال الملحه, هذه اللي بالماء الغوز بحال هذا الشكل. واش نهار ان شاء الله ندير فلوق ديال هاد الحوايج كلهم اللي كان في الدار اللي كيغسلو كيكلينيو الاير. في كاين زيوت اللي كتحطيهم في الديفيوزرز وكي بحال تينقيو الهواء اللي كاين في الدار والهواء اللي كاين في البيت. سو ان شاء الله الا بغيتو تشوفوا مور اوف وات اي دو اللي كنتدير انا في الدار عندي قولوا عليا في الكومنتس وندير واحد الابيسود غير ديال هذاك الشيء الزيوت اللي كنستعمل اللي كي الناس غادي يتبحروا اليوم. الجو زوين هنايا صاروا بليم ذم كلش غيتبحر راه البحر لهي. alright احنا دابا وصلنا للبير, غنوريكم البير اللي تتبع ياسين. كندخل هنايا عندك الدري اللي هنايا نشوف واش داك الدري كاين لما كاينش. ما عرفتش واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. دابا جيت لواحد البلاصه سميتها ماون سوليداد. ماون سوليداد كاينه في النواحي ديال لاهويا. لاهويا جات قريب, جات حدا البحر, جات لاهويا في البحر اي غاس. هي اعلى قمه هنا في سان دييغو. سو كتشوف سان دييغو من كل جوايه, من نورث من ساوث ايست اند ويست. يعني غنوري لكم كاع سان دييغو من هذا الفوق ديال الجبل. سو غاس سميتو ماون سوليداد, بلاصة واعرة واعرة واعرة. باقي كنعقل من اللي كنت في الهاي سكول كنت جينا وصاحبتي هند اللي شفتو في الفيديو اللي قبل كنجيو هنايا مرة واني ويز كنجيو مع عائلتنا و اول ذات باش نشوفو سان دييغو من توب. دابا اللي مورايا تبان لي تقريبا وحده من ذا بيست سانسيت اللي شفت هنايا في سان دييغو. ما عرفتش كتبان لك ولا تبان لكم ولا لا, مي غروب واعر. غنوريه لكم في الكليب الاخر. alright دابا غادي نختم الفيديو ديالي. نتمنى يعجبكم هادشي اللي دوزتو معايا اليوم. مشينا للماون سوليداد which is where I'm at right now. مشينا also PB وشتو بلايص اللي مشيت ليهم. كنتمنىكم يعجبكم هادشي اللي كتشوفوه, وإلا عجبكم الفيديو ديالي عافاكم ديروا thumbs up, ديروا لايك وديروا سبسكرايب للشانل ديالي باش تشوفوا اكثر من هادشي اللي كنحط. و that's it, تهلاو فراسكم.